I'm gonna make this down for you right now. جميلة إلهام شاهين النهاردة واحتفالية خاصة على مرور 5 سنين لمهرجان الجونة. أول ما بقول مهرجان الجونة وحضرتك كنت حريصة إنك تختاري من أول مرة، إيه أكتر حاجة ماستر سينجل بالنسبة لك مش ممكن تنسيه أبدا على مدار الأربع دورات اللي فاتوا؟ كان في تكريمات، كان في أفلام، كان في عروض خاصة، كان في ظروف صعبة. اللي بيعجبني التحدي في النجاح والإصرار على النجاح والشياكه الشديده، لانه احنا بننقل صورتنا قدام العالم، فلازم صورتنا تبقى شيك، شيك في كل حاجه، شيك في قاعه العرض، شيك في الريد كاربت، شيك في شكل الناس، شيك في جمال البلد نفسه. فاحنا بننقل اجمل دعايه سياحيه من خلال مهرجان الجونه السينمائي، يعني السينما اللي بتعمل الدعايه السياحيه. الناس كلها من كل انحاء العالم دلوقتي، من كل الدنيا، اصحابي من كل العالم بيكلموني عايزين يجوا الجونه، عايزين يجوا يقضوا اجازاتهم في الجونه. فاكتر شيء لفت نظري You look gorgeous. هند صبري، والنهاردة الدورة 5 لمهرجان الجونة، ولما نقول 5 years anniversary فات 4 سنين. أيوة. اللقطة وانتو طيبين مش ممكن تنسيها من الأربع سنين اللي فاتوا. لما خدت الجائزة أنا لما مقدرش انساها. حلو نورة. يس دي ما تتنسيش، دي كانت حلوة. وقولي ايه وتتمني ايه للدورة؟ بصوا انا بالنسبة لي بشوف ابني او بنتي، يعني المهرجان ده فعلا حاسين انه تبعنا ابننا، اتمنى له كل الخير، واتمنى ان الناس تحبه على قد ما احنا بنحبه، والناس تتمنى له الخير وتتمنى لنا الخير على قد ما احنا بنتمنى لكل الناس الخير، لان السينما في الاخر ما هياش حاجة غير حاجة حلوة، حاجة محبة، وحاجة بتحب الحياة وتتمنى الحياة لكل الناس. فانا بس يضايقني ان الناس امبارح تعليقات امبارح على الحريق، كلنا اتضايقنا. طبعا عشان حرام ما حدش يتمنى حاجة وحشة. لا في بيوت مفتوحه وفي ناس كتير بتشتغل، بس عايزين نشكرهم طبعا، رجال الدفاع الامن، الدفاع المدني، كل الرجال اللي جونا، العمال، كل الناس اللي ما ناموش عشان النهارده يحصل المهرجان في ميعاد، ما فيش اي تغيير، ما فيش اي تاجيل. دي معجزه يا جماعه. لازم نشكر باشمهندس نجيب وباشمهندس سميع على يعني حرصهم على ان المدينه دي تبقى فعلا مدينه شبه بيرفكت، مش حاجه كامله لكن شبه كامله. هي دي هند صبري من الاخر، يعني لو قلت فيها كلام كتير قوي هند صبري. مستنيينك اون ستيج ان شاء الله. اي لاف يو، اي لاف يو، لوكينج جورجيوس. ثانك يو. اي لاف ذا وايت اون يو، اي لاف ذا يلو. ثانك يو. دورة 5، دورة استثنائية لمهرجان الجونة، وأربع سنين عدوا من عمر المهرجان. ياسمين صبري دايما متواجدة في المهرجانات، دايما بتحضر أفلام، دايما بتكون حريصة إنها تكون موجودة. أول ما نقول مهرجان الجونة وأربع سنين، اللقطة اللي مش ممكن ياسمين صبري تنساها؟ حصل حاجات كتير قوي على مدار الأربع سنين. بصراحة أول سنة أوف. مش ممكن الواحد حاسس إحنا في مصر. أيوه كان إمبريسيف. Yes. وان شاء الله يعني دي ما تبقاش غير البدايه، وكل سنه يبقى في تطور ان شاء الله. ده حقيقي. وكان في تكريمات كتيره قوي على مدار السنين، كان في انترناشونال سيلبرتيز ولا لا حاجات كتير. والله فعلا. تتمني ايه للدوره دي؟ وهي كانت دوره صعبه واستثنائيه بسبب الكورونا وبسبب الحريق اللي حصل امبارح، ولكن رغم كل ده المهرجان طلع في ميعاده قدام العالم فعلا. لا الحقيقه حاجه مبهره جدا ان هم ما استسلموش. انا قلت اكيد هيتاجل. كلنا بس بنفسه، من غير دوبلور، من غير خدع. شفته بيجازف بسلامته وسعادته بحياته، ربنا يسامحك، وهو سعيد عشان عارف انه هيساعدنا. شفته بيزق حيطان الصناعه عشان يوسعها. شفته بيخدم ناس بقلب دفء. شفته بيتهنى بحب الناس الصادق، وشفته بيربي ولاده احلى تربيه. شفته قلقان على شغله، شفت اخلاقه العاليه اللي خلته في عيون الكل فارس في السينما وفارس في الحقيقه، ودي حاجه صعبه ونادره وحلوه. ربنا يديم نعمه عليه وعلى الجمهور اللي احتار في اساميه الكتير: تيتو، تيمور، منصور الحفني، ابراهيم الابيض، العنكبوت، ولسه الفارس احمد السقا.
دول يعملوا عليا. احمد يا احمد يا احمد يا احمد ولا حرج ولا حرج.